قبل أن تبدأوا هذا الفيديو، لسلامة عقولكم فقط، إن كنتم غرباء وجدد على قناة أخضر جلسات التأمل فأنصحكم بمشاهدة الفيديوهات السابقة قبل هذا الفيديو فقط لسلامة عقلكم من الصدمات. إن لم تكن مستعدا لمشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية بتركيز ووعي محض بدون تحرك الأفكار في العقل والرؤية الطاقبة في هذا الموضوع، فستضيع الجوهر والمعنى الدفين خلف الكلمات والمعاني. أطلب من الجميع الآن الجلوس بظهر مستقيم ووعي محض وتركيز تام في وضعية التأمل. ظهركم مستقيم على شيء ما أو بدون شيء ما، وركزوا بتمعن شديد جدا، فموضوع حلقة اليوم عميق للغاية. سنتحدث فيها عن أعماق أسرار تقنيات الجنس للنضال واختر جلسة التأمل، فركزوا جيدا. يمكنك طلب كتاب المعلم الذي وجد الحقيقة للمؤلف والكاتب نضال الهمالي، كما يمكنك الاشتراك في كورس من الوعي إلى اللانهائية للمزيد من التقنيات الروحية والعميقة والتأملات المغلة بالقدم. لنبدأ أولا بالمقدمات قبل أن ندخل في التقنيات، فالمقدمات مهمة جدا بقدر أهمية التقنيات كذلك. ربما الآن تظن أنك لديك أطفال فتعرف كيف تمارس الجنس، أود أن أقول لك أنك مخطئ. ربما تقول الآن أنا أمارس الجنس فأصل إلى الانتشاء الجنسي أو الأورجازم أو الرعشة الجنسية، وتقول أنا أمارس بطريقة صحيحة، كذلك أقول لك أنك مخطئ. ربما الآن تقول نضال أنا الآن أصل لكل المراحل التي أعرفها في الجنس، ولكن أقول لك كذلك أنك مخطئ. لم تعرف الجنس بعد. هل درسته في المدرسة؟ هل درسته بينك وبين نفسك؟ هل تعمقت فيه من خلال تجربة داخلية وليست قراءة كتب؟ هل عرفت عمقه بدون أي تدخلات خارجية؟ بل الخارج لا يعلمك كذلك كيف تمارس الجنس. هل سمعتم أن أي من الأزواج الذين تزوجوا الآن، جميعكم ربما أغلبية الذين يتابعوني من المتزوجين، هل علمكم شخصا ما كيف تمارسون الجنس؟ لم يعلمكم أي أحد ولا تعرفون عنه، بل يعتبر تابو من التابوهات التي لا يتم التحدث عنها. لا تعرفون لماذا لا تتحدثون عنها، ولا تعرفون لماذا المجتمع لا يتحدث عنها. تعلمون ما هي الإجابة؟ ببساطة لأنهم لا يعلمون. That's the answer. ولأنهم لا يعلمون فأنهم يخافون، ولأنهم يخافون فلهذا لا يودون أن يعلمون. الآن يرون أنهم ينجبون أطفال، so they think they do it perfectly. No, they don't do it perfectly. ذلك الكثير من العمق، وهذا موضوع حديث حلقة اليوم. الآن المجتمع أو الناس تظن أن ممارسة الجنس هي فقط الممارسة الكلاسيكية المعتادة. كثير من الأسئلة التي تأتيني وتقول نضال، زوجتي أو حبيبتي لا تمارس الوضعيات الجنسية مثل ما أراها في الأفلام الجنسية. السؤال يكمن، هل أنت بقادر على ممارسة تلك الوضعيات أم لا قبل أن تطلب منها؟ هذا هو السؤال. تكون كرشتك أو بطنك 4 متر إلى الأمام وتطلب منها أن تكون هي بيرفكت كما تريد أنت. هذه نرجسية ذكورية ولكنها لم تنجح. يقول لك هذا هو الموجود، take it or leave it. الآن هنالك بروسيس خاصة لهذا الموضوع من ممارسات اليوغا، لأنه لا يمكن ممارسة تلك التقنيات وتلك الوضعيات التي تراها في الأفلام إلا من خلال بعض تقنيات اليوغا والمرونة القاسية. هل أنت مستعدا لذلك النوع أم لا؟ لا أعتقد أنك مستعد. I'm sure about this. Not everyone is ready for this. عندما تصبح يوغي أو لديك مرونة في جسدك عالية جدا وواعي محض، تصبح تلك التقنيات عبارة عن لعبة. لكن أولا أنت أهتم بهذا النوع من النمو ولا تطلب من غيرك. This is the first step. الآن لنزال نتحدث فقط عن المقدمات، لم ندخل بعد. والمقدمات مهمة بقدر أهمية التقنيات. So listen careful. يشاهدون الآن ربما بعض المقاطع الجنسية ويظنون أن okay it's easy let's do it. No. تحتاج الكثير من الانضباط الجسدي للوصول إلى تلك المرحلة. هنالك يوغا مخصصة للعشاق فقط للعشاق.
الذين يكون كابلز بويفرند أو جيرفرند أو زوجة وزوجة، فيمارسون أنواع من تقنيات ممارسات اليوغا الكلاهم، تستغربون كيف يمارسونهم بهذا الشكل من المرونة. هل هي صعبة؟ It's not that hard. تحتاج الانضباط، والانضباط أكثر صعوبة. So you can do it. Yes you can. لكن لا يكون الهدف من هذه التقنيات هي فقط لكي تمارس الجنس. This is not the purpose. أنا لست ضد الجنس لأن الموضوع لا يزال في الطريق، نحن الآن في البداية. الآن الشيء الثاني، روان بعض الأسئلة التي تأتي وتقول نضال كيف أتخلص من العادة السرية أو إلى آخره. لن تتخلص منها، عندي رزنونيت حتى للتخلص منها. الآن تذهب أن ضد الوجود وضد الكون وتظن أنك تفعل صواب، تظن أن من خلال كبت ما فرضه عليك الوجود أو سميه ما تريد، الوجود الكون سمي أعطي أي اسم تريد، It does not really matter. تظن أن من خلال كبح تلك الصفات والمميزات ستصبح أكثر ذكاء وأكثر دهاء وأكثر قداسة. No. ستصبح أكثر كبتا وهمجية وستوقف لديك الذكاء. من خلال كبت الجنس الذكاء يتوقف. لهذا لا تستغرب أن رأيت بجانبك الكثير جدا من عدم الحضارة وعدم التطور بسبب كبت طاقة الجنس. ولنتحدث في هذا أكثر، لأن به الكثير من الحساسية التي لن يفهمها حتى المضطربون نفسهم. So listen carefully. لهذا قلت موضوع حلقة اليوم عميق للغاية. الآن لنبدأ رويدا رويدا في التقنيات. الآن ربما الجميع يمارس الجنس بالطريقة المتعارف عليها والهمجية، يدخل فورا فيمارس الجنس ويظن أنه يفعل صواب. نو. الجنس يحتاج الكثير من الاحترام للطرف الآخر. أي بمعنى، يمكنك أن تجلس وتضع يدك وتنحني قليلا لشريكة حياتك أو شريك حياتك، تنحنون لبعضكم على الأقل كتقدير، لأن الطرف الآخر سيقدم لك جسده وأنت ستقدم طرف جسدك للطرف الآخر، فيكون نوع من التقدير على الأقل بدون هذا الهجوم العشوائي لهذا الجنس اليوم مقزز عبثي للغاية. لهذا أغلب الزوجات يكرهون زوجهم، وستحدث عن هذا. لماذا؟ فالموضوع له علاقة بالجنس وليس بمشاكل العلاقات الاجتماعية كما يظن علماء النفس وأي من ما تستمعون إليهم. So listen carefully. تقديم الاحترام للطرف الآخر قبل بدء الجنس مهم. الآن ربما تقول نضال ده سبسودو ساينس، علم زائف، روحانيات إلى آخره. الآن إذا تعتقد أنه علم زائف، على الأقل لا تقدم تحية لذات تلك الطرف الآخر، على الأقل الجسد. الآن يمكنك أن ترى الجسد بعيناك إن كنت ماديا محض، فعلى الأقل قدم تحية لذلك الجسد. And that's it. Can you do this? Yes you can. إذا لم تكن بذلك درجة من العمق، so لا تسأل لماذا زوجتك تكرهك أو حبيبتك تكرهك، لأنك لا تعرف كيف تمارس الجنس. And that's okay. يجب أن تتقبل ذلك. This is why she hates you. I'm sorry about this, but that's the truth. الشيء الثاني، يجب أن يكون هنالك القليل من التأمل في التحديق على الأقل ببعضكم البعض لثواني. يجب أن يكون هنالك سكون في الذهن وهدوء في الذهن. قوم بعمل تأمل بسيط وهادئ، تحدقون في عيون بعضكم البعض فقط، ظهر مستقيم ثابت أو في أي وضعية تكون فيها ظهركم على شيء ما، وحدقوا في عيون بعضكم البعض في عقل هادئ وركزوا على التنفس فقط لبضع دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة. It's okay. تعلمون لماذا أقول لكم هذه التقنية؟ لأن أغلب العقول لا تمارس الجنس، لأن العقل الغير هادئ لا يستطيع أن يمارس الجنس. تعلمون لماذا؟ لأنه عندما يجلس مع حبيبته يمارس الجنس ومع زوجته، سيصبح عقله يفكر في المضيفة التي رآها في الطيران قبل بضعة سويعات عندما عاد من السفر، أو يرى شخصا ما فيمارس الجنس مع زوجته ويظل يتخيلها هي، ويتخيل مضيفة الطيران، فتصبح الجنس عبارة عن خيال.
زوجته أو حبيبته تصبح الأداة وإنما في عقله شخص آخر. الكثير من الرجال سيضحكون كما كذلك الكثير من النساء سيضحكون لأنهم يمارسون نفس الشيء ربما هي تنظر إلى شخص ما، وعندما تمارس الجنس تتخيل الشخص الذي رأته ربما في صالة الرياضة أو في الشارع أو ربما شخصا ما. And she do the same thing. لا هو يمارس معها الجنس ولا هي تمارس معه الجنس، لأن كلاهما لديه شخص آخر في مخيلتهم ويمارسون معه الجنس، ولكن الأجساد فقط أجساد شخصين لا علاقة لهم ببعضهم. لهذا أقول أن معظم المتزوجين لا يعرفون بعضهم البعض بعد. They still don't know each other yet. لأنك الآن ربما تنظر إلى زوجتك، تنظر إلى جسدها وتنظر إلى عقلها وفكرها وطباعها. لا يمكنك أن تنظر إلى ما هو أعمق من ذاتك. لا تعرف ذات زوجتك، من هي تلك الذات التي في زوجتك وحبيبتك، كما لا يمكنك أنت كذلك أن تنظر إلى ما هي الذات التي فيك قبل أن تنظر حتى إلى الذات التي فيها، لأن في اللحظة التي تدرك فيها ذاتك تدرك فيها ذات حبيبتك. لهذا من قرأ كتاب المعلم الذي وجد الحقيقة وضع التقنية من التقنيات التي تقول عندما تجلس مع حبيبتك أو زوجتك، أقصد بحبيبتك your girlfriend أو أقصد بحبيبك your boyfriend أو كذلك من اللي يحبون هذه المسميات، أقول كلمة أزواج if you love this name that's it okay. أن تكون في وضعية حضن عميق، وفي هذا الحضن العميق يجب أن تكون حاضرا في الآن مع شمعة بسيطة، ويجب أن تكون الغرفة مظلمة تماما، لا يوجد ولا أي نور في هذه الغرفة إلا تلك الشمعة، وكلاكم غريقين في حضن عميق تحضنون بعضكم البعض. الآن الشمعة يجب أن لا تكون كبيرة وإنما يجب أن تكون صغيرة حتى تنطفئ بعد بضع دقائق أو 10 دقائق. عندما تطفئ الشمعة بعد 10 دقائق هنا ستلاحظ أن الغرفة عم فيها الظلام، وحينها ستدرك بعد مدة تقول أوه نضال، لاحظت شيء غريب، لاحظت أنني أعانق نفسي لا أعانق زوجتي. الآن بدأت تدخل في الميستيكال اكسبيرينسز. طبعا كل هذه التقنيات التي أسردها هي تقنيات نضال وليست تقنيات متواجدة في أي كتاب آخر. إذا أردت أن تستمع لما تحدث عنه so listen carefully، استمع بحذر. إذا أردت أن تجربها فلك الحرية. كل هذه التقنيات تقنياتي أنا وليست في أي مكان آخر. So أنا من طبعي أحب أن أدقق في أدق التفاصيل، الجنس، الحب، النمل، الحشرات، الحائط، الجدار، التراب، الرمل، المطر، السماء، الغيوم، الإنسان، الحيوان، البساط، الفراش، الزجاج، الورق، أدقق في كل شيء، وكل شيء أستخرج منه خلاصة. listen carefully. عندما تنطفئ الشمعة ستلاحظ في ذلك الظلام المعتم والدامس أنك تحضن نفسك، وهذا صحيح، لأن زوجتك وحبيبتك هي بذاتها أنت، وأنت هو حبيبتك أو زوجتك، ليس حبيبتك فقط وإنما البشرية جمعة. And this is very deep shit. So listen carefully. عندما تلاحظ هذه التجربة التي تحدث لك، حين سيكون هنالك تقدير واحترام لها، وهي ستقدرك كذلك من الجهة الأخرى، أنها هي بدورها ستلاحظ أنها تحضن نفسها. كيف يمكنك أن تستشعر الطرف الآخر من خلال الحس والحواس؟ الآن تظن أنك تحضن حبيبتك أو زوجتك، ولكن في الحقيقة أنت تحضن نفسك. لماذا أقول ذلك؟ لأنني لو أزلت منك حاسة اللمس والاستشعار ولم تعد تستشعر اللمس والاستشعار، وجود حبيبتك أو وجود حبيبك لا ليس له معنى، لأنك لن تستشعر أي شيء من خلال حضنه أو لمسه، لن تشعر بأي شيء. لكن بفضل وجود هذه الحاسة فأنك تشعر بهذا الشعور بداخلك. إذا لمستك ويدها ساخنة فتشعر بالحرارة، إذا لمستك ويدها باردة فتشعر بالبرودة. ما الذي يكون هذه المشاعر؟ هو أنت. لكن إن لم تكن لديك حواس اللمس فلن تشعر أن يداها باردة أو ساخنة، ستصبح متبلد، وجودها وعدم وجودها واحد. لهذا هذه التقنية تجعلك تدرك أن وجود زوجتك ليس مقرون بها هي أو وجود حبيبتك مقرون بها هي، وإنما مقرون بوجود حواسك. حاستك هي التي تجعلك تشعر بما تشعر.
رأيتما لنا العمق الآن تقولون ترى. فقط حواسك هي التي تجعلك تستشعر ما تستشعر. الآن بعد إدراك هذه النقطة ربما يحدث ما يسمى بالكيسنج أو التقبيل. الآن لم يعرف الكثير كيف يقبلون الآن ولا يعرفون كيف يقومون بالتقبيل. بعد هذه الخطوات لن يأتي دور التقبيل، لا يعرفون كيف يقومون بالتقبيل لأنه ببساطة يظنون أنه فقط تقبيل. هنالك الكثير من العمق وقد أخذت الكثير من العمق في هذه الأجواء ليحدق فيها أكثر. ألم تلاحظ أن أثناء التقبيل عيناكم لا إراديا تقفل بغض النظر إن كنت مرتقي في الوعي أو غير مرتقي؟ بمجرد أن الشفتين تلتقي مع بعضها البعض عيناك تغمض من تلقاء نفسها. ألم تلاحظوا ذلك؟ هل لاحظتم ذلك؟ Yes you did. لاحظتم جميعا. ربما لم تلاحظ ولكن الآن عندما تسترجع الذاكرة تقول نعم، عندما كنا نقبل دائما نغمض أعيننا ولا نعرف لماذا. Yes. لأن الجنس تجربة روحية داخلية وليست خارجية، تظهر أن جسدين يلتقيان ولكنها تجربة داخلية. أنت الذي يستشعر، وإن كانت هي من الجهة الأخرى هي التي تستشعر، فكلاكم يستشعر مشاعره وليس الطرف الآخر. الآن عندما تمارسون التقبيل أولا يجب التركيز على الحواس. أن تقبلون بشكل عشوائي، تشاهدون الأفلام يفعلون كذا فتقومون بمثل ما يفعلون في الأفلام، أفلام الأكشن أو أفلام الرومانسية أو إلى آخره من الأفلام التي ترونها في التلفاز. So I'm not talking about this. هذا النوع من التقبيل هو تقبيل سينمائي. أتحدث عن نوع من التقبيل العميق جدا، ما هو الما وراء سينمائي، ميتا سينماتيك، يمكنكم أن تسموها إن شئتم. وهو أنك في أثناء التقبيل ركز على حواسك. ستلاحظ شيئا ما جوهريا، هو أنك أصبحت أنت المراقب. شفتاك ليس لها معنى، الطرف الآخر ليس له معنى، وإنما تشعر بشيئا ما في داخلك وفي شفتاك وأنت مغمض عيناك وكأنك في تأمل. ربما تستشعر بالرياح تضرب جسدك، تستشعر بطفيف الأصوات، تستشعر بكثير من الأشياء. التقبيل is very mystical experience. ومعظم المجتمعات الآن صلبة وحجرة ومكبوتة، لا تستطيع أن تدرك هذا العمق. لهذا السبب أردت أن أتحدث عن هذا الفيديو. أثناء التقبيل يجب أن تدرك أنك بعد فترة المراقبة ستأتي مشاعر عميقة بداخلك تظهر على أنها مشاعر جنسية. بمجرد أن تأتي هذه المشاعر تحول فورا من أنت المراقب إلى أنت الشعور. تحتاج الكثير من الوعي هذه النقلة. فورا عندما تقبل وتستشعر جوهرك الداخلي والطرف الآخر وتدوب في كلاكما البعض حيث تصبحون حلقة واحدة، جوهرة واحدة، أنبوب واحد يخرج نفس نبع الماء. فورا عندما تنبع هذه المشاعر الداخلية بداخلك سوى رغبة جنسية هامجة عالية جدا، عد فورا إلى المشاعر. Come back to your emotions. فورا عندما تحدث كن أنت المشاعر وكن أنت الاهتزاز. تحول من المراقب إلى الشعور، كن أنت هذه التجربة وسيغدو كل شيء مقدس. الآن ستعرف ماذا أقصد بالجنس، ستعرف ماذا يقصد نضال بمفهوم الجنس. لأنك تمارسه وتظن أنك أنت الممارس. No, you are the observer. لا تزال المراقب. لهذا السبب أقول لكم التأمل قبلها والتحضيق وكل ما أقوله به والتحيات it's very very significant and it has a tremendous value. فقط لأولئك الذين ينظرون. هذه القناة ليست للشعبيين فقط، لأولئك الحساسين ذو الفكر الدبلوماسي العالي.
لهذا لوجو هذه القناة يقول teachings beyond the mind، تعاليم تتجاوز العقل. And if you are from these people listen carefully. الآن بعد عندما تكون هذا الاهتزاز تدفق تدفق، رغم جسدك يود أن يقوم بفعل ما شيء ما، يود أن يتقدم في الممارسة الجنسية، فقط تدفق. Just go go with the flow. تدفق كليا، completely تدفق. Don't resist، لا تقاوم أي شيء. الآن بعد هذا التدفق ستشعر بإنرجي عالية جدا، higher energy، وكأنك تمارس الجنس وعمرك 14 سنة. And that's true. لهذا كلما تقدم الإنسان في العمر كلما أصبحت الرعشة الجنسية لديه أقل قوة. لا أقول الجنس أصبح أقول أقل قوة، وإنما أقول الدروة الجنسية أو الهزة الجنسية الأخيرة أصبحت أقل مفعولا. هل تذكرون عمركم في سن 14 سنة أو 15 أو 16؟ كنتم مفعمين بالطاقة الجنسية ولحظة الاهتزاز الجنسي عندما تمارسون العادة السرية أو الجنس in whatever way، تشعرون أنها أقوى من عمركم الآن. لهذا كل ما يتقدم الإنسان في العمر كل ما تهتز دروته وتنقص مع الزمن، إلا المتأمل it stays with him، تبقى معه. لهذا أقول لكم هذه التجربة it has a tremendous value. الآن بعد هذه النقطة وهذه المراحل، روما الآن يبدأ بعض الأشخاص في ممارسة الجنس المعتاد، ولكن هنالك نقطة very significant، مهمة للغاية. أثناء ممارسة الجنس لا تنسى أنك أنت المراقب ويجب أن تبقى في لحظة الآن. You should stay in the present. من لا يعرف ماذا أقصد بلحظة الآن من الأشخاص الجدد أرجوكم راجعوا الفيديوهات السابقة، لن أشرح هذه الأشياء الآن. كونوا في لحظة الآن، خليل من الماضي والمستقبل، فقط stay in the now. عندما تبقى في الآن ستلاحظ أنك أنت المراقب. سيصبح الجنس بذاته هو عبارة عن جسد يتحرك وستلاحظ أنك منفصل عنه. تقول ماذا أفعل؟ أشعر بشيء غريب وكأنني الآن أمارس الجنس لأول مرة. أصبحت عبارة عن observer، مراقب. لم أعد أشعر أني أنا الجسد الذي يمارس الجنس، لن أشعر أنني أراقب جسدي يتحرك هنا وهناك. هذا ما أود منك أن تصل إليه. الجنس مقدس للغاية. فقط المجتمعات الوثنية بمعتقداتها حطت من شأنه، ليس إلا. لهذا مقدس للغاية، لأنه إن جلست في أي مختبر طبي أو أي تكنولوجيا لا يمكنك إخراج جنين، لكن من خلال الجنس يمكنك إخراج جنين. لاحظتم هذا السحر؟ لا يمكنك أن تخرج جنين من الصفر إلا من خلال الجنس، وهو عملية خلق. تكون أنت وزوجتك عبارة عن خالقين، أو أنت وحبيبتك عبارة عن خالقين، تخلقون إنسان. هل ترون القداسة؟ المجتمعات الوثنية لا تعرف هذه القداسة لسبب أن أكثر التابوهات. listen carefully. نادرا ما يتحدث شخص شجاع عن هذا الموضوع. Most of them are cowards، عبارة عن جبناء يخافون من ردة فعل الجمهور أو متابعيهم أو المجتمع. I just speak لأن هذه المواضيع تهم الجميع، والصحة النفسية والروحية والذاتية. عندما تمارس الجنس كن في الآن، والآن يمكنك أن ترى حبيبتك أو زوجتك لأول مرة بدون تدخل خيالات العقل. الآن تكون حاضرا كليا in the now. ستلاحظ أنك عبارة عن مراقب للعملية الجنسية، جسدك يتحرك وأنت عبارة عن مراقب. الآن أثناء هذه المراقبة يحدث استشعار جنسي عميق. الآن تحول مرة أخرى من المراقبة إلى الشعور. كن أنت الاهتزاز نفسه. Be the frequency itself. Be the vibration that happens. كن هذه الحركة. بمجرد أن تحدث النشوة تحول من وضع مراقب على الجسد الذي يتحرك إلى هذا التردد وهذا الاهتزاز نفسه وتحرك. لا تكن
لا تكن هذه الأوراق التي تتحرك مع الرياح، وإنما كن الرياح والأوراق التي تتحرك بذاتها. هذا ما أقصده. تحدق الآن في زهرة وترى أن الرياح تحركها. أطلب منك لا أن تكون المحدق، أطلب منك الآن أن تكون الرياح والزهرة في آن واحد الذين يتحركان في سمفونية مقدسة. That's what I'm talking to you about. بعد هذا التدفق ربما يحدث شيء غريب لم يتحدث به كثيرون. ربما هنالك صوت تسمعونه عندما تكون كثير لديك كثير من مشاعر القلق، تقول ماذا؟ عبارة عن تفريغ. تسمع خبر ما مزعج وتقول وتقول الصبر، أو هذا ألم تلاحظ نفسها تماما تحدث أثناء ممارسة الجنس وكأنها إفراغ؟ And that's true and it's very significant. الاستماع إلى هذا الصوت والاهتزاز معه أهم بكثير من كل التزمتات التي تعرفها. This sound is very significant. هذا من أحد أصوات الكون. لتسمعون صوت آ وأو وأم، صوت آ وأو وأم، وهي أم لا يتحرك فيها اللسان. لهذا الأصوات التعبيرية كمحاولة الإفراج عن القلق تقولون وأثناء الجنس نفس الصوت يخرج ولكن بشعور أكثر عمق، شعور بالنشوة. ألم تلاحظوا ذلك؟ نفس الصوت يخرج. فقط الآن لأن الكثيرون يعيشون في مجتمع عصابي لا يخرجون مثل هذه الأصوات على راحتهم. حتى في الجنس نفسه هي لا يزال يتواجد الكبت نفسه. This is weird. People are dead. وسميهم walking dead. موتى يتمشون. كيف يمكن أن تكون مقدسا إن كنت مكبوتا؟ How come؟ لهذا في هذه المرحلة it's very very significant كن الشعور. الآن بعد بضعة مراحل تأتي مرحلة الدروة الجنسية أو الاهتزاز الجنسي وهي النهاية، ولكن listen carefully، استمعوا بعمق. لا يجب أن يتم الاهتمام بمتى يبدأ الجنس وما هو متوسطه ومتى ينتهي. الجنس الذي ترونه اليوم جنس وثني يمارسون الجنس، وتقول له وهم في منتصف الجنس، تقول له هل انتهيت أم مازال؟ هل متبقي الآن كثير من الوقت أم مازال؟ هذه دلالة على عدم الاندماج. هذا هو الجنس الوثني الذي يمارسه كل الوثنيون الذين تعرفونهم، والذين يقول لكم الجنس خطأ، نحن لن، ويبدأون لكم بهذه التعاويد الوثنية. تعلمون لماذا؟ ببساطة لأن زوجاتهم لا يحبونهم ويشعرون بالضجر والملل معهم، لهذا يشعرون أن كان هذا كأن الممارسة الجنسية عبارة عن دين يجب فقط أن يقضوه بأسرع وقت ممكن. لهذا هنالك وثنية. So listen carefully. يظهرون لامعين ولكنهم مكروهين عندما يتعلق الأمر بالأمر الروحي. So this is very deep. عندما تحدث الدروة الجنسية الأخيرة ولحظة الوصول إلى الرعشة الجنسية الأخيرة، be absolutely alert. كن يقظ. It's very significant and it has tremendous value بسبب أن هذه اللحظة بالذات هي جوهر التجربة بأسرها. إن لم يكن المرء يقظا إلى هذه المرحلة ستحول الأمر إلى شيء خطير. إن كنت تفكر أو تتخيل شيئا ما في لحظة الدروة الجنسية الأخيرة فهذا سيسبب الكثير من المشاكل في العالم المادي. الآن ستجعلوني أتحدث عن بعض الأسرار. لا أدري تحدثت كثيرا، لا أدري إن كان هنالك بعض الوقت أم لا،
بدأت الفيديو في الساعة أوكي تحدثت كثيرا. anyway سأعطي نبدأ بسيطة. لحظة الذروة الجنسية الأخيرة أثناء الرعشة الجنسية، الإنسان إذا فكر في شيء ما أو تخيل شيئا ما يمكن له أن يحدث في العالم الملموس بسرعة فائقة. لهذا كن حذر في تلك المرحلة التي تحدث فيها الرعشة الجنسية الأخيرة. So you need to be careful. الآن تقول نضال شكرا لك على هذه التقنية. No, انتظر. Just wait. أنا لم أتحدث بها الآن لكي تمارسها، لأنه يجب أن تعرف الطاقة التي تخرج تعود. ولأنك غير واعي بتلك الدرجة من الطاقة، تظن أنك ترسل شيئا ما في تلك المرحلة ولكنها هدامة، لأنها تحتاج الكثير من الوعي. لأنك إن لم تكن واعي بما فيه الكفاية ستصبح تتخيل شيئا ما في تلك الذروة، ولكنك لا أنت تمكنت من تخيلها بشكل واضح لأنك منغمس في الذروة الجنسية والرعشة الجنسية، ولا أنت استمتعت بالرعشة الجنسية لأنك مشغول بتخيل شيء ما أو صنع صورة ذهنية لشيء ما لكي يتحقق، فأنت ضيعت كلاهما الاثنين. يجب أن تعرف أنني عميق جدا عندما أتحدث معك في بعض التقنيات، لا تظن أنها بتلك السهولة. You need to be very careful. عندما تحدث عن الطاقة الجنسية والجنس، فإن تحدث عن ثاني أقوى طاقة في الكون. الطاقة الأولى هي الحب، الثانية هي الجنس. هنالك شيء آخر، نحن لن بمجتمع به الزواج وبه. أحيانا الطرف الآخر الذي تمارس معه الجنس إن كان سلبيا فطاقته يمكنه لها أن تمر إليك. Yes, it does. تمر إليك إن كانت سلبية أو إيجابية، تمر إليك. لهذا دائما ما أقول أنه أمر خطير عندما يكون الإنسان الغرفة التي ينام فيها هي نفسها التي يمارس فيها الجنس، وليس شيئا جيد. يمكنكم أن تفعلوا ذلك إن كنتم يقظين بما فيه الكفاية، لا أقول متنورين enlightened أو ساتوريز، وإنما أقول فقط يقظين بما فيه الكفاية. then it's okay. إن كانت حياة مبعترة تتشجرون في الغرفة تمارسون الجنس ثم تحبون بعضكم ثم هذه الفوضى في طاقة مبعترة في مكان واحد، then it's dangerous، أمر خطير. هناك الكثير كذلك من الأشخاص الذين سألونني عن ما تسمى بالفوت فيتيجس، أو لماذا بعض الرجال يحبون أقدام النساء. طبعا هذه القناة كسرت كل ما نسميه بالتابوهات ومواضيع الحشمة، ونتحدث بشكل صريح لأن كل هذه المواضيع تتعلق بكل إنسان، ولكن فقط يكبتها بداخله، والجميع لديه الشغف لمعرفتها. لهذا ستلاحظون أن هذا الفيديو يشاهده كثير من المشاهدات. لماذا؟ لأنهم الجميع يبحث عن الإجابة. لكن عندما يخرجون إلى المجتمع وفي العالم الحقيقي خارج عن العالم الافتراضي على الإنترنت يقولون we don't care، لا نهتم، ولكن في الإنترنت الجميع يهجم. هل رأيتم النفاق؟ الآن أنت تشاهد وتعرف مع ما تحدث. So listen careful. ما يسمى ب هناك الكثير من الرجال يحبون حب الأقدام. العلم لم يعرف له إجابة لماذا يحبون أقدام حبيباتهم أو زوجاتهم أثناء الجنس بالذات. أو هنالك البعض يخجل حتى من التحدث. هنالك من قال لي نضال أمارس الجنس مع حبيبتي لأكثر من 9 سنوات، ولكنني أخجل من أن أقول لها أنني يعني هنالك رغبة جنسية هائلة لا أعرف لماذا، لكن اتجاه أقدامها أو اتجاه الجزء السفلي من جسدها واتجاه الأقدام. هنالك الكثير من المحفز الجنسي هناك، لكن أخجل أن أقولها لها لربما تضحك علي أو تظن أنني مقزز أو إلى آخره. الآن listen carefully. العلم لا يعرف لماذا، والعلم يعرف أن هذه الظاهرة منتشرة. أقول لكم أن من الرجال الذين سألتهم أنا شخصيا
من المتأملين العميقين، من المتأملين المتحررين للغاية، ليس لديهم خجل، ليس لديهم وثنيات في دانهم أو كبوتات يتحدثون ببساطة. معظم الذين سألتهم، ليس معظمهم، جميعهم، قالوا لي نعم. هنالك كثير من التحفيز الجنسي اتجاه أقدام الأنثى التي يمارس معها الجنس، إن كانت حبيبتي أو أحبها أو نظيفة بما فيها الكفاية بمعنى الأصح، وهي حبيبة بمعنى الأصح، ليست بنت غريبة. جميعهم قالوا نعم. ترى صدمة. And that's true. And that's true. هذا صحيح. تعلمون لماذا؟ لأن هناك الكثير من التابوهات. هناك الكثير من الأشخاص يقولون نضال، هناك الكثير من الرغبات الجنسية أو الوضعيات الجنسية، ولكن أخجل من أتحدث فيها مع حبيبتي أو زوجتي، لأن ربما تنظر إلي بازدراء. تعلمون ما هو المناقض من الجهة الأخرى؟ هي كذلك تقول لي نفس الشيء، أشعر بهذه الوضعيات أود أن أقوم بها مع حبيبي وزوجي، ولكن أشعر ربما ينظر لي بنظرة مختلفة. كلاهما يخجلون من بعضهم، وكلاهما يودون أشياء جوهرية حقيقية، ولكن التكنيك بداخلهم، ولكنهم يخجلون. لهذا الآن قطعت هذا السلك. الأشخاص الذين يقولون لي مثل الفود فيتجس أو إلى آخره، أقول لهم فقط اجلس مع حبيبتك أو زوجتك إن كنت تخجل منها في غرفة مظلمة، واجلسوا في تأمل لمدة 5 دقائق، تركيز على التنفس مع عيون مفتوحة، وقم بمصارحاتها وهي تقوم بمصارحتك إن كنت تخجل من النظر إلى وجهها. المتأمل لا أعتقد أنه يحتاج كل هذا النوع من المراحل. ببساطة يجلس أمامها وواحد اثنين ثلاثة. He's very clear. ولكن إن كان هنالك درجة من الخجل، then just go to the darkness. It will help. It will help. So, yeah. الآن الشيء الآخر بعد ممارسة الجنس على المرء، يجب أن يكون مثل ما نراهم اليوم، أولئك التخناء السمينين جدا متبلدي المشاعر بعد الجنس ينامون. بعد الجنس يجب أن يكون هنالك نوم، ونام على الأقل حديث لبضع دقائق على الأقل قبل النوم، لا تكون متبلدي. هنالك الكثير من الطاقات. أتعلمون إن كانوا هنالك شخصين لديهم طاقة عالية، فليكسيبل في الجسم، في لا تتخيلون طاقتهم، تكون لهم طاقة عالية، كلاهم الذكر والأنثى، أثناء ممارسة الجنس ربما تكون هنالك على سبيل المثال تحفة أو شيء ما بعيد فيسقط. نو، ليس لأنهم يتحركون بقسوة أو بقوة فذلك الشيء يسقط، لا، وإنما هنالك طاقة عالية جدا يمكن لها أن تحرك الساكن. نضال، هذا الآن ميتافيزيقيا، كلام فارغ. No, you still don't know what I'm talking about. أشياء تتحرك وتسقط بسبب تلك الطاقة القدسية العالية المقدسة جدا. From two people loving each other، يحبون بعضهم لدرجة لا توصف، وتجربتهم ليس عبارة عن جنس وثني وإنما جنس روحي، وكلاهم يقضين ما فيه الكفاية لكي يستشعر ببعضهم البعض سوا. كل شيء خارجهم يرقص، حتى سقوط تلك التحفة أو شيء ما. طبعا عندما تحدث عن تحفة تحدث عن شيء صغير وليس شيء ثقيل. تلك الأشياء الصغير يسقط لأن كل شيء بجانبهم يرقص. العالم يقول لكم اليوم، العلم الحديث هو عبارة عن ذرات تهتز. عندما يصل المرء إلى الذروة الجنسية والطاقة الجنسية العالية ويفهمها أثناء ممارسة الجنس، كل شيء يهتز. فلهذا الاهتزازات حتى في الأشياء الخارجية، فتسقط الأشياء الخفيفة الصغيرة. Do you know what I'm talking about؟ تعرفون عن ماذا تحدثت؟ It's very deep. Yeah. هذا الفيديو عبارة عن تشجيع. لما تحدث بعد عن عمق الجنس، فقط قلت لكم الآن ما يمكنكم فهمه أو ما يمكنكم ممارسته على الأقل في البداية أو كبداية. الآن تحدثنا عن التقبيل وما هو وكيف يمكننا الاختفاء من خلاله والذوبان في الطرف الآخر، ثم ندرك حواسنا وإدراكاتنا، كيف يمكننا كذلك أن نقدم تقديم الاحترام للطرف الآخر أثناء الجنس، وليس بالجنس الحيواني الذي يمارسه معظم المكبوتين
وتحدثنا كذلك عن أهمية الحضن ودوره والتقبيل. تحدثنا كذلك عن عدم الاهتمام بممارسة الجنس عندما نصل، هل سنصل إلى النهاية الآن أم لا، وإنما الاهتمام بلحظة الآن والمستمرة. تحدثنا عن هذه النقاط. الآن هنالك نقطة لن يحبها الرجال، وهي عندما ينهي الرجل ممارسة الجنس والأنثى لم تصل إلى ذروتها الجنسية، هو فاشل. I'm sorry about this. You need to become master of sexuality. I'm sorry about this. I'm sorry. ربما كثير سيغضبون، هل تلمس رجولتنا؟ هل؟ ولكن that's the truth. هذه الحقيقة. You don't know how to master yourself. So, هذه النقطة مهمة جدا، لأن الرجل ربما يصل إلى ذروة واحدة في المرة الواحدة، أما الأنثى يمكن لا أن تصل إلى 5 مرات في الجنس الواحد. خمس مرات متواصلة، وهذا يعتمد على قوة الطرف الآخر وتردداته وطاقته من الأخير، والإيحاءات كيف يستطيع أن يستخدم درجة الصوت والإيحاء وكيفية وضع التقنية لن نتحدث في هذا الموضوع لأن لن يتم فهمه. This is now. الآن تحدثت معكم عن 0.01% من تقنية الجنس، لأن التقنيات الأخرى لا أعتقد أن الجميع مستعد لها، لأن لها من العمق والذوبان والانتشاء الذاتي ما يفوق العقل. لهذا عنوان اللوجو قلت لكم للقناة Teachings Beyond the Mind، تعليم تتجاوز العقل. So you need to be ready for this. لكن التقنيات التي سردتها الآن يمكن لها أن تجعلك مستعدا. يتذكر أن الجنس هو عبارة عن عملية مشاركة ليس أنانية، عندما تنتهي أنت تتوقف ثم تجعلها هي من تلقاء نفسها متروكة. تعلمون ماذا سيحدث؟ ستكرهك مع المدة، هي لا تعرف. الآن أؤكد لك أنها لن تقول لك أكرهك لأنك لم تجعلني أصل إلى المرحلة الجنسية الأخيرة، هي لن تعرف، لكن ستكرهك، ستقول أسلوبه مزدري، يفعل لي كذا، لا يحترمني، لا يأخذ رأيي، أكرهه. ربما يصل الأمر حتى للطلاق. يس، يصل إلى الطلاق بسبب عدم وصوله للذروة الجنسية. الآن العلم، الآن ربما هنالك الكثير من الأطباء الذين تواصلت معهم الذين يتابعونني، منهم أطباء أعصاب، أطباء أمراض جنسية، ربما لن يتفقوا معي الآن، ولكن في هذه الخطوة الآن سيفهمون ما أقصد. هي الآن لا تدرك أنها لم تصل إلى الذروة الجنسية الأخيرة، لأنها اعتادت على مدار أيام وأسابيع وشهور وسنوات أنها لا تصل، فهو يصل قبلها ولا يهتم لها بتاتا، فيتولد لديها، أتعلمون، مثل الإنسان الذي تفرحه قليلا فيشعر بالفرحة ثم تقول له لم يتحقق لك ما أردته، تقول له سيتحقق لك شيئا ما فيفرح ثم تقول له لم يتحقق. تخيل أنك تجعلهم يمرون بهذه المرحلة على مدار سنوات وشهور، ونادرا ما تصل إلى مرحلتها الأخيرة إلا إذا فرض على نفسها الكثير من الشروط وأوهمت نفسها بكثير من الخيالات بشخص آخر على الأقل أن تصل إلى تلك المرحلة، تخيل شخص آخر بدلا منه هو، وهنا يبدأ الخيال يلعب لعبته. anyway هذا ليس موضوعنا. فعندما لا تصل إلى ذروتها الأخيرة، ربما تنهي ذلك هي من خلال تلقاء نفسها من خلال ممارسة العادة السرية بعد انتهاء الجنس، وهو أمر مقزز يظهر فشل الرجل، أعتذر عن هذه الكلمة، ولكن you are failure إذا وصلت إلى هذه المرحلة. You don't know how to do it. anyway الآن ربما ستكرهك من جهات أخرى. عقلها اللاواعي وسلوكها اللاواعي سيجعلها تكرهك من خلال سلوكك في الحياة، وإن سألتها هي بذاتها ستقول لك لا أكرهه بسبب الجنس، وأنا ما أكرهه بسبب سلوكه، ولكن حقيقة وجوهريا المرض الأساسي متأصل بالجنس، لأنها لم تصل إلى ذروتها معك، فتربط أي مشكلة بسيطة تحدث في حياتها اليومية معك، سوء خلاف أو كذا، وتهوله بسبب عدم وصول إلى الذروة الأخيرة. ما أقوله الآن هو وجهة نظر نضال ليس إلا، ورؤيته الداخلية يمكنك أن تتقبلها أو ترفضها،
كما أنت كذلك أي تستمع لهذا الفيديو. لكن لا تأخذيه من ناحية أوكي الآن لدي الحجة، ليس دائما، أحيانا تكونين أنت قليلة أدب وقليلة تعاون وأسلوب، أسلوبك بليد للغاية، ليس لأنك لا تصلين للدرجة الجنسية، لأنك بليدة. كما تهجمت على الرجال تهجم عليكم أنتم كذلك. So you must understand me. يجب أن تعرف أن لا أنحاز إلى أي شخص وأنا ما أنحاز إلى العمق، فقط لأولئك الذين يفهمون العمق. هذا من أحد الأسباب كذلك أنها لا تصل ذروتها الأخيرة فتصبح تربط كل مشاكل الدنيوية بموضوع الجنس، ولا تعرف لأن ولا هي لا تعرف أن الاثنين مرتبطين ببعض، ولا العلم يعرف أن الاثنين مرتبطين ببعض، ولكن that's the main reason. لهذا سبب كثير من النساء عندما يصلون للذروة الجنسية الأخيرة جدا ويشعرون بالذروة يصبحون في حالة هوس وحب مع الرجل بدرجة لا توصف. Did you notice this? Yes, it does. الآن الشيء الآخر، هنالك بعض الأماكن في الجسم الذي بها طاقة جنسية عالية التي يتم لمسها أثناء ممارسة الجنس، ولكن لنتحدث فيها الآن، لأن ربما عندما يصل إليها الإنسان ويلمس تلك المناطق بالذات يصبح الشخص الآخر مغرما به. ربما أنت الآن تلمس تلك الأجزاء الأخرى في جسم حبيبتك وإلى آخره، فتصبح مدمنة عليك ومغرومة بك، ولا يمكنه أن تستمتع في الجنس مع أي شخص آخر غيرك أنت، تصبح أنت الوحيد العميق لها ولو مارس الجنس مع آلاف تريليونات الأشخاص. أنا الجميع سيقول أوكي أني ضلعتنا التقنية نو لأنها ستولد الكثير من النرجسية، كما كذلك الأنثى يمكنه أن تدرك هذه النقاط كذلك. من أدركها بوعي داخلي وتجربة داخلية سيعرفها. هناك الكثير من الجنس أسرار، هل تعلمون؟ إذا قمت بجمعكم جميعا بجانب أحد الأماكن الجميلة والنهر بجانبنا وظلت تتحدث عن أسرار الجنس 100 ساعة لن تكون كافية، وأخذكم من عمق إلى عمق 100 ساعة. أن البشر تمارسه وتظن أنه تعرفه، بل تقول أنه عيب وغير عيب أو صحيح وغير صحيح، هم لا يعرفونه. أقول لكم 100 ساعة لن تظل كافية في التحدث عن عمق الجنس، والذين لا يعرفون عنه شيء يقولون لكم عيب أو غير عيب، افهموه أولا. This is the problem. لهذا الذين لا يعلمون يتحدثون، والذين يعلمون لا يتحدثون، كما قال لاو تسو.